نشكر اللاعبين، نشكر اللاعبين كثير باسكو فوتنا في بعض الاحيان مرحله صعبه. ضمن التربص اللي قمنا به منذ تقريبا فايت الاسبوع في جديده او في مراكش، ولهذا نقول فادنا كثير من جميع النواحي. نشكر المحضر البدني اللي قام بمجهودات كبيره في التربص. اليوم نجم نقول باللي ما سرقناش 3 نقاط، نظن باللي اللاعبين اليوم بذلوا مجهودات كبيره في الملعب، كنا منظمين اكيد، هذا الشيء اللي خلانا اليوم ربما نعرف نسيروا النتيجه. سجلنا هدف في الشوط الاول، كنا قادرين نسجلوا ربما اكثر من هدف حتى في الشوط الثاني. كنا عارفين نقاط القوه تاع الفريق الخصم وخدمنا على هذا الشيء ثلاث اسبوع، ولهذا نقول الفضل سبحانه للرب يقبل كل شيء واللاعبين. ان شاء الله هذه المقابله تكون لنا كما نقولوا احنا ريفيرونس باش نبنيو عليها، سي با اون فان اون سوا، ماهيش نهايه العالم. تعطينا ثقه اكثر من الناحيه المعنويه اكيد، وتخلينا نخدموا في اريحيه باش نواصلوا المشوار تاعنا. امنيتنا انه جيت ونعاود قلتها من يوم اللي جيت لهذا الفريق، كنت عارف باللي في عدة أشياء لازم نحسنوها، والحمد لله اليوم اللاعبين تعودوا على طريقة العمل، تعودوا على حجم العمل، تعودوا على الانضباط التكتيكي في الملعب، باسكو هذا شيء مهم جدا. يعني مع احترامي لفريق الوداد هو غني على التعريف، فريق يعني تصدر البطولة، هذا شيء الناس الكل تعرفوه. باش نقول لكم اليوم ربما كنت نستنى الفوز نكذب عليكم، ولكن مردود اللاعبين كما نقولوا احنا خلانا فريمون مسرور بالشيء اللي قاموا به، باسكو لعبوا بالقلب احنا نقولوا بالدارجه، اي لافي لو كور، جراوس بزاف في الملعب، دافعوا جميع. هذا الشيء اللي ربما نجم نفتخر به اليوم لا اكثر ولا اقل.